كبير مطاريد ذئاب الجبل، تزوج فنانة مشهورة وممثلة شابة تنتمي لعائلته. ممثل ومخرج قضى طفولته وصباه في ربوع الصعيد. أنهى دراسته وعامه الأول في الدراسة بكلية الطب جامعة أسيوط. توقف ناجي عن استكمال طريقه في دراسة الطب في العام الثاني ليلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية. أثناء دراسته قام بالتحاق بفرقة يوسف وهبي وأصبح بطلا للعديد من المسرحيات ومنها الأخرس وبنت الهوى. أثبت نجاحه والتحق بعدها بالمسرح القومي وقام ببطولة مسرحية مقالب عطيات. تم اكتشافه من قبل المنتج رمسيس نجيب ليشارك بعدها في فيلم حتى آخر العمر مع محمود عبد العزيز ونجوى إبراهيم وعمر خورشيد. تستمر رحلته الفنية في الكثير من الأعمال الأخرى التي تم حصرها 50 عمل، من أبرزها ذئاب الجبل قام فيه بدور ديبيكي كبير مطاريد ذئاب الجبل والأخطبوط. كان آخر أعماله السينمائية فيلم علمني أحبك عام 2005، وفي التلفزيون مسلسل أماكن في القلب نفس العام، وتوقف بعدها تماما عن العمل. عللت الفنانة ألفة عمر والتي تربطها صلة قرابة بالفنان الراحل عمر ناجي موضحة أن والدتها بنت خالته الراحل توقف إلى أن سافر إلى أمريكا لرعاية شقيقته هناك. مضيفة طوال السنوات الماضية اعتذر عن عدة أعمال عرضت عليه لكنه لم يراها تليق بمكانته الفنية، لإيمانه أن الفنان يجب أن يكون له هدف بالحياة وهو ما غرسه فيها منذ صغره. كان الراحل الزوج الرابع والأخير للراحلة زبيدة ثروت، والتي بدورها حاولت مساعدة الراحل في بداية مشواره الفني، ولكن لم تستمر الزيجة بسبب كثرة الأزمات والخلافات المتكررة بينهم. رحل ناجي بعد صراع مع مرض القلب. استقرت الأسرة على دفن الراحل في الولايات المتحدة الأمريكية. عمر ناجي الزوج الرابع للفنانة زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون شهدتها السينما المصرية. جمال عينيها ورقة ملامحها دفعت الجمهور لإطلاق لقب قطة السينما المصرية عليها. نبرة صوتها الهادئة الرقيقة ووجهها الملائكي كان سببان في وقوع رجال في حبها. قررت في بداية حياتها ترك مهنة المحاماة بسبب المعاكسات التي كانت تتعرض لها، ولكن بطبيعة الحال قلبها لم يخفق لكل من أحبوها، وإنما اختار من بينهم 5 رجال. الرجل الأول الذي خفق قلب زبيدة نحوه كان النقيب البحري إيهاب الغزاوي، الذي التقت به لأول مرة أثناء دراستها بالجامعة وتقدم لخطبتها على الفور، ولكن عائلتها رفضت إتمام الارتباط أثناء الدراسة. وبعدما حصلت على ليسانس الحقوق تكرر طلبه ووافقت الأسرة مرحبة، بل وتم الزواج خلال 24 ساعة فقط. الرجل الثاني كان المنتج السوري صبحي فرحات، وأنجبت منه بناتها 4 وهم ريم ورشا ومها وقسمت، وانفصلت عنه بعدما أصبحت الحياة معه لا تطاق ودفعت
شقتها ثمنا لهذا الانفصال، وانتقلت إلى السكن في الفنادق بانتظار أن تجد بيتا له. الزوج الثالث كان المهندس ولاء إسماعيل، الذي استطاع أن يخرجها من حزنها الذي تسبب فيه زوجها السابق. تزوجت بعد ذلك وللمرة الرابعة من الممثل والمخرج عمر ناجي، الذي حاولت مساعدته في بداية المشوار الفني، لكن تكررت الأزمات بينهما بسبب انفصالهما. الزوج الخامس في حياة قطة السينما المصرية كان مصفف الشعر اللبناني نعيم عبود، الذي قيل أنها تزوجته زواجا مدنيا وظهرت معه في أكثر من مناسبة، حتى أنها نشرت صورتها في الصحف وهي مرتدية لخاتم زواجها منه. ولكن نظرا لرفض عائلة نعيم لهذه الزيجة، اضطرت زبيدة لنفي خبر زواجها منه، معلنة أنها ما فعلته كان أحد أساليب الجديدة في الترويج لأحدث أفلامها، لتبقى قصتها مع مصفف الشعر نعيم عبود أحد الأسرار الغامضة في حياة الراحلة زبيدة ثروت. وفي مجموعة من الصور سوف نراها للفنانة الجميلة زبيدة ثروت.